ما بتلحق ما شاء الله على الإنجازات التركية، يعني في ليس فقط في هذه الآونة وإنما من قبل، بين منشأة عسكرية وفضائية في أنقرة، بين موضوع القمر الصناعي المصغر الذي بدأ مهامه في الفضاء، بين موضوع السفينة العسكرية اليوم التي انضمت إلى البحرية التركية وهي صناعة وطنية خالصة، وأرقام الصادرات غير مسبوقة. رغم ذلك عندك رقم كما أشرنا في المقدمة بموضوع التضخم. خليني أبدأ معك بسؤالنا المعتاد في الاستوديو التاسع، ما هو العنوان بتقديرك في تركيا اليوم؟ أعتقد من شدة وضوح الأشياء والأحداث ومعرفتنا في التفاصيل والعناوين أصبحت الأحداث غير مفهومة، لا على الصعيد الاقتصادي ولا على الصعيد السياسي، وقمة التناقض حتى على صعيد الأخبار وعلى صعيد ترتيب الأحداث. فجأة نجد أن لدى تركيا إنجاز في إحدى القنوات، وفي إحدى القنوات الأخرى نجد أن لتركيا لديها مصائب اقتصادية. فكيف لتركيا أن تعطينا إنجازات استراتيجية أعلن عنها قبل سنوات، من 3 أو 4 أو 5 سنوات، وتقدمها في قمة الأزمة الاقتصادية كما يقولون؟ اليوم تركيا من المهم جدا، وهو لذلك نستضيف الخبراء مثلك يا أستاذ جلال حتى نفهم الوضع. إذا أنت يعني عندك حالة غموض مشكلة. لا أنا مش اللي أنا اللي عندي حالة غموض، يعني نحن يجب أن نسأل من يشك بأن تركيا لديها. الأمور واضحة بالنسبة لك؟ أنا الأمور واضحة بالنسبة لمن يريد أن يفهم الواقع بشكل صحيح. ولكن هناك من لا يريد أن يفهم أن واقع تركيا هي مرحلة ولادة اقتصادية سياسية لقوة إقليمية دولية لها دور أساسي في المستقبل الاقتصادي السياسي. هذا يحتاج إلى وقت وتنظيم ويحتاج إلى أزمات، يعني لا يمكن أن تخرج إلى العالم بمفاهيم وبمنظور وباستراتيجيات تخالف القواعد الاقتصادية والسياسية الدولية، بين قوسين التبعيات، تخالف التبعيات الدولية لكي يصبح لديك سياسة واقتصاد حر، ولديك قوة عسكرية، ولديك استراتيجيات اقتصادية تضمن لك المستقبل الاقتصادي. هذا الشيء اليوم ينقسم إلى عدة أقسام. اليوم العالم الاقتصادي والعالم السياسي أصبح وجهان لعملة واحدة.